السول هابي طبعا في المطبخ. السول هابي جاهز نشوف البرجر. سعاده نروح لي هلا، واليوم جهز لنا يعني برجر سمك، وانا حشوف باقي الصور. حلو هذه المساحه فاضي. عم حلو صح، حسيت هون بتعرف شو حلو موضوع الفناجين. عم فكر هلا بنفس الوقت حتى شغله انه مثلا القهوه التركي الى هيك محبين الفناجين القهوه التركي خاصه اللي بيقدروها، فخطرت على بالي ماما انه احيانا لما تكون مشتريه فناجين جداد بتكون كثير مبسوطه فيهم، فبس اجي بتقلي اعمل لك فنجان قهوه بفنجان جديد، انه يعني الفنجان الجديد حيغير طعم القهوه عن جد، بتحس حالك هيك مدلل ومعزز بالفنجان الجديد. نحن اليوم عم نعمل البرجر بالسالمون، طبعا لمحبين السالمون اليوم هي الوصفه حتكون يعني كيف بنحضر نفسه اصلا، كيف نطحنه للسمك ومنحضره مع المكونات الثانية. إذا اللي ما بيحبوا السالمون ممكن يعملوا هاي الوصفة نفسها بسمك أبيض، فبتصير مثل الفيش كيك. ممكن نعملها حتى بالتونة إذا بدنا، فكلها هاي بدائل. بس خلينا نقول نحن اليوم عم نستعمل السالمون الفريش، جبته طبعا من السوق. أنا إذا بدنا نقول بدي اختار السالمون الصح دائما بختار السالمون العضوي، وقبل ما أخذ يعني أول ما بتطلعها تكون ريحتها بحر، يعني ما يكون ريحتها ابدا مزنخ. فاللي ما بيحبوا السالمون بده يقول يمكن غالبا بيكونوا اخذوا تجربه مزنخه شوي مع السالمون. هلا اهم شيء نشيل عنه الجلد كله، انا هون عم بستعمل حاطحنه بالماشين، بدنا نشيل عنه الجلد ونرجع نقطعه ونبلش نضيف عليه الطعمات. هلا فينا اول شيء نطحنه لوحده بعدين نخلط معه النكهات، او فينا نحط كل المكونات مع بعضها. انا اللي حضيفه على السالمون هلا هو الملح حتى ينخلط بشكل كامل معاه، يعني رشة ملح خفيفة وشوية فلفل أسود، يعني حأخلط المكونات اللي بدي إياها تنطحن. هل؟ وفي عندنا كمان الشبت، طبعا الشبت دائما طعمه طيب كتير مع الأسماك، بيعطي نكهة كتير مميزة، تقريبا معلقة من الشبت. بعدين حنضيف عليهم كمان برش الليمون، فينا نحط الليمون الأخضر أو الليمون الأصفر، أي ليمون موجود عندنا بس لحتى يعطي هذا الطعم الحامض الحلو على الوصفة. مثل ما شايفه الاهاني نحن ما عم نضيف سوائل كثير عليها لانه بدناها تتماسك. فينا نحط عليها الكيبرز اللي هو بنستعمله من فتره حكينا عنه، بيكون نوع من بتعمله مثل المخلل بس هيك بيعطي حموضه ونكهه بتطلع كثير طيبه مع السالمون. فسالمون شبت ملح فلفل اسود شويه كيبرز، اذا مو متوفر عنا الكيبرز ممكن انه نضيف شويه مخلل الخيار بس هيك ليعطي حموضه. طيب هلا اذا بس هون نسكرها، انا مسؤول الطحن بس انا يعني ناطر انه كيف رح تكون متماسكة. هلأ نحن بس بعد ما نطحنها خلينا نشوف كيف تمام وضعها. أيوة شغل ها استمر. أيوة أيوة أيوة، هلأ بدك تضغطها من فوق لحتى تصير أعلى. أوكي خلينا نشوف نطحن كله. بكفي بليز بليز بكفي. طيب نحن بس نطحن تشوفوا كيف بتصير مثل اللحم المفروم. يعني على طول، يعني انا عم ورجي قديه سهل، لانه عاده اللحم صعب نعمل هاي الحركه فيه لانه اللحم بده ماكينه طحن، او الدجاج نفس الشيء. اما الاسماك فدائما لانه طريه كثير اسهل طحنها. فهلا نحن حنرجع نضيف عليها المكونات اللي بتخلي هذا اللحم كمان يتماسك وياخذ الشيب مثل البرجر اللي نحن عاده بنعمله. فهلا حشيل هون السالمون، طبعا على طول ريحه الشبت مع برش الليمون عطت هيك ريحه كثير حلوه وطعم للسمك الموجود. هذه حق اثنين تقريبا؟ هاي الاثنين، ممكن تنعمل الثلاثه اذا ما بدنا نكبرهم كثير، لانه نحن حنرجع نضيف عليها شوي كعك مطحون. هو هذا يمكن الكعك هو اللي راح يساهم انها تتماسك؟ بالضبط، هو الكعك المطحون دائما بكل انواع البرجر كثير اساسي لانه هو اللي بيعطي التماسك. حضيف عليها حبه من البيض. ما شاء الله هذا البيض بلدي. اورجانيك هذا. وممكن نضيف شويه ورشستر صوص اللي هو صلصه الشواء. شو اسمها؟ صلصه الشواء ورشستر صوص. طيب هلا حطيت شوي معلقه صغيره. اوكي صار عندي هلا كل النكهات هي مع بعضها، يعني بدنا نقول انه نحن النكهه الاساسيه هي طعمه الشبت، الليمون هو اللي كثير كمان كثير مميز مع السمك، والكعك المطحون والبيض هم اللي حيخلوا هاي الخلطه كلها تتماسك مع بعضها. هلا بصراحه هاي بدها، وكنا نقدر نخليهم كلهم بالمطحنة ونطحن. انا صراحه افضل ما نحط الكعك المطحون مع المطحنة، بدنا يكون يعني يمسك الطعمات. ممكن ما حتاثر كثير. نعم ممكن حتى كان فينا بس نطحن السمك لوحده ما نرجع نضيف عليه بقيه النكهات. بس على كل حال نحن اليوم هلا حنبدا نحمي النار. خلينا نحكي كيف
حنبدا نكور السالمون. طبعا السالمون بما انه عم نعمل سالمون يعني البرجر حتكون خفيفه ما حتكون كثير دسمه، ما حتكون السالمون ما بيلبق معه مثلا الجبنه، يعني عاده لما نعمل نحن تشيز برجر لحم او دجاج دائما الجبن بيلبق معه، اما اليوم السالمون فبعد ما احنا بنخلطهم هيك شوف صارت عندي الخلطه طريه، نحن حنرجع نمسك مثلا كره بهالشكل هذا ومنجمعهم بهالطريقه لحتى يصير عندي البرجر بهالشكل. طبعا ما حنحطها على الشواي لحتى ما تكون المقلايه حاميه بشكل كامل، بوقتها فينا نرجع نضيفها على لانه اذا ما سخنه حتفرط قطعه السمك. ما نحط شيء على هذا المقلاة انه اي شيء مثلا زيت؟ بنحط عليها زيت بلا اكيد حنحط عليها زيت، بس ما يعني تتفتت؟ ما حتتفتت هلا خلص مثل ما هي، حنحط شويه زيت بتكون كثير سخنه بنحطها على اول جهه وبنرجع بنقلبها على الجهه الثانيه. هلا بما انه اليوم البرجر عم نضيف عليه طعمات مختلفه، انا اليوم حاستعمل الافوكادو، حنعمل كمان مانجو تشتني او سلطه المانجو، حيكون عندنا هي النكهات الاستوائيه. عندي هون المانجو شو حضيف عليه؟ حنعمل سلطة مانجو بس معاها البصل الحر الليمون الأخضر والكزبرة الخضراء، هي السلطة رائعة وخاصة للناس اللي بتحب النكهة الحارة. فخلينا نقول إذا قطعت أنا المانجو مع الليمون والبصل، البصل الأخضر هو البصل عفوا الأحمر هو الحياة النكهة الفريش، الحر هو الحياة هي الكيك يعني السبايس بالوصفة مع الحموضة بالليمون، الحلاوة بالمانجو، وطبعا الكزبره الخضراء هي اللي بتعطي هذا. قطعهم يعني كانه سلطه عاديه، يعني حنقطعهم كانه سلطه عاديه. هلا اليوم انا طبعا رحت على السوبر ماركت وشيكت على المانجو، فطبعا انا حاطه الماسك بس لازم شم الفاكهه، فصرت عم اقول انه طب مضطر اشم ريحه المانجو، نزل الماسك شم ريحه المانجو رجع رجع الماسك بسرعه، فدائما ريحه المانجو كثير اساسيه باختياره. فهلا شوف شفت انا ما بشم مكسماد مانجو. والله ما شاء الله يعني لازم الواحد قبل اعطتني هي النظره من بعيد اللي يسوي يعني صح. نحن حنشاركك بالتذوق والله يا سارة أكيد. هلا حناخذ هون قطعة من المانجو، عادة أنا صراحة بحب لقطع المانجو بنقدر نقصها بهالطريقة هاي. في طريقة معينة يعني فينا نحن نعمل مكعبات وبعدين نرجع نشيل القشر، هي بتكون بشكل كثير سهل بتقدر تنشال معانا، فشايفين خطوط بالطول بعدين هيك بالعرض لحتى ما نشيل كل المكعبات منها. فينا نستعمل معلقة، شوفوا هي حتى لو بدنا نقلبها بنقدر نقلبها هيك، نقدر نقدمها بالصحن بهالشكل، بس نحن اليوم بدنا ناخذ كل القطع فحأشيلهم بالمعلقة. يا سلام يا سلام، لحتى يصير عندي هون كل قطع المانجو. طبعا أنا هلا بهذا الوقت رح بلش حضر بقية المكونات، حنقص البصل الأخضر عفوا البصل الأحمر، الفلفل الحار، حنقص كمان الليمون، الكزبرة، حجمع كل هالمكونات، بتكون عندي المقلاية حامية، وبرجع لكم بعد شوي بكون حضرت السالمون، وحورجيكم كيف حنجمع هذا الطبق، لأنه أول شيء نحن البرجر حنقدمها على الخبز السالمون، وحنحط على وجهه وردة الأفوكادو، فاللي بيحبوا كيف يحضروا ورقة الأفوكادو كيف نعملها بشكل وردة هورجيكم اياها بعد شوي، خليني هيك احضر شوي ورتب مكوناتنا و تمام. احنا بهذا الاثناء راح ننتقل نروح لغاده